هذه لحظات إلى لحظة التتويج وتتويج الفائزين برموز مساء هذا اليوم. في هذه اللحظات مالك بحور مبارك بن محمد بن مهير المنصوري ونشاهد مسلم بن محمد بن دري المنصوري أو مسلم بن علي بن دري المنصوري يتسلمون الشلفة الفضية شلفة بحور في شوط الجزاء المفتوح. بحور خطفت هذه الشلفة الفضية ونشاهد سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وهذا هو مسلم بن دري ومبارك بن محمد يرفعون الشلفة عاليا. ألف مبروك هذا الفوز ومبارك مبارك بن محمد بن دري المنصوري أيضا يتسلم الشلفة الفضية من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أما في هذه اللحظات يأتي دور مالك أدهم حمد بن سهيل بن محسن بن بخيت العامري والخنجر الفضي للشوط المفتوح ونشاهد حمد بن سهيل العامري يتسلم الشلفة الفضية وكذلك عدد من الأخوة والمضمر لأدهم ومحمد الوهيبي أيضا مضمر أدهم يتسلم الشلفة الفضية الخنجر الفضي من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وهذا هو محمد الوهيبي. أيها الأعزاء نواصل تسليم الرموز. يأتي في هذه اللحظات ويأتي دور مالك شديدة عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي من خطفت الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم للعمانيات ونشاهد حمد بن غانم الهديفي يتسلم الشلفة الفضية واحد أبناء الهديفي يرفع الشلفة عاليا في مساء هذا اليوم. مبروك وألف مبروك استلام هذه الشلفة الفضية هنا على أرضية ميدان الشحانية. إذا نشاهد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي وغانم بن حمد بن غانم بن سلطان الهديفي وعدد من أشقائه وأنجاله الكرام يتسلمون الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. تهانينا والناموس لمالك شديدة عبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي والتهاني أيضا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي والتهاني أيضا للوالد غانم بن سلطان الهديفي والتهاني أيضا للسلطان بن غانم الهديفي على هذا الفوز وتهانينا لأبناء المعيذر. ويأتي في هذه اللحظات مالك شاهين زايد بن محمد بن زايد الخيارين واحد أنجال محمد بن زايد الخيارين ونشاهد سيف بن محمد بن زايد الخيارين وأشقائه يتسلمون الخنجر الفضي للقعدان العمانيات في مساء هذا اليوم من سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. ليلة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى للفائزين وهن جميع الفائزين في مساء هذا اليوم. نشاهد أحد أنجال